بهاي الطريقة تقدر تنقش أي لوجو أو شعار أو أي كتابة بداخل برنامج بلندر وتصدرها لبقية البرامج لـ 3D. تعال يانا خلينا نشوف الطريقة ونتعلمها سوية. أوكي، حسب البداية خلينا نجي نضيف نص. شفت أي؟ أوكي، أروح أضيف تكست. تمام، أضغط تاب وأمسح النص وأكتب اسم القناة مالتنا، نحول كابيتال. تمام، اضغط تاب، ارجع على اوبجكت مود واروح على الخيارات النص، راح تطلع عندي هنا جهة اليمين، اختار هذا الخيار واختار سنتر، راح يتوسط عندنا النص بالوسط، واختار ميدل. تمام، هسه اول خطوة احول هذا النص او هذا الخط الى شبكة، لان هيك ما اقدر اتحكم بيها. من اجي اضغط تاب، شوف ما اقدر اتحكم بيه. كليك يمين، convert to، واحوله الى شبكة. اوكي، هسه اضغط تاب، تحولت عندنا الى شبكة. هسه اجي اضغط، اول خطوة اسويها انه احذف هاي الخطوط الزايدة او النقاط اللي راح تسبب لنا مشاكل من تصير عملية النقش على أي سطح ثاني. أضغط أي وأختار أكس وأختار هذا الخيار. أوكي، من بعدها وراها أضغط أم، راح يحذف لي النقاط زايدة أكثر ويصفي لي الشبكة مالتي. لا تلاحظ حذف لي 61 تقريبا فيرتكس. هنا تقدر تسويها مثلا، هاي عندك هنا خيار، عندك هنا بالشبكة صار عندك مشكلة، فش تسوي انت؟ 0.01، تمام، انحلت عندك هاي المشكلة. انت شوف النص اللي يناسبك واكتب الرقم اللي هنا اللي يناسبك، بس اهم شي تختار 0.01 او 0.02. اضغط اي 0.3، خليها الارتفاع بهالشكل هذا. اوكي، كليك يمين واختار شيد اوت سموث. هسه اضيف الجسم اللي نريد ننقش عليه هذا النص. شفت اي؟ اختار كيوب واجي اضبط القياسات من الابعاد مالته. مثلا اختار محور الاكس اسوي مثلا 4 متر، والزد اسويها مثلا 0.4 بهالشكل هذا. اوكي، اهم شيء انه يصير تقاطع بين النص وبين الجسم اللي تريد تنقش عليه. الخطوه الثانيه، هذا السكيل لازم يكون 1، عمليه القياس للسطح. كليك اضغط كنترول اي واختار سكيل. اوكي، من بعدها اروح على اضافه معدل البوليان اللي راح يسوي لنا عمليه التقاطع ويسوي لنا عمليه النقش. اوكي، اختار ديفرنس الاختلاف واختار هاي القطاره واختار النص. اجي اخفي النص منه، لا تلاحظ صار عندنا هذا النقش. كليك يمين واختار الخيار الثاني، راح يبين عندنا اكثر. تمام، هسه نروح نضيف مواد او لون. نجي هنا على خانة العرض، نعطيها نيو، نضيف مثلا لون اسود. اذا تلاحظ انه اكو مشكلة انه حتى الخط، لون الخط، اذا اجي انطيه هنا لون، لون الخط ما يبين عندنا. فاحنا شو نسوي؟ ما نستعمل الطريقه التقليديه تروح تحدد مكان النص وبعدين تغير اللون، لا، بالبوليان هنا تحدد هذا بالبوليان، معدل البوليان، تنزل لي جوا بهذا الخيار، تختار الخيار الثاني، راح يعكس لك الالوان. هسه من نجي هنا واغير هذا اللون مثلا، شوف يتغير عندك هذا اللون، اجي اغيره اخضر يتغير عندك هذا اللون. يعني قبل لا تسوي عمليه ابلاي للمعدل البوليان لازم تغير وتضيف المواد مالتك بعدين تطبق المعدل. انا عندي مواد ايضا اضيفها، طبعا اي مواد تضيفها مثلا ايضا اضيف هذا فرضا التنظاف، لا العفو، هذا اضيفه. اوكي،
بهالشكل هذا. اعتقد هذا اللون افضل، وهي الاخضر شوية بارز اكثر. او تروح على النص، اذا تريد تضيف مادة للنص تختار مثلا هذا، راح تنضاف عندك. شوف بهالطريقة هاي تقدر تضيف اي نص وتنقشه على اي سطح 3D وتصدره الى بقية البرامج. تمام، اي شعار عندك تقدر تسويه بهالطريقة هاي. تمام، هسه الخطوة الاخيرة اريد نصدر هذا المشروع مالتنا، وهي الماتيريال اللي بيه بقية البرامج ال 3D. يجوز انت ما تستعمل بلندر كثرة، تستعمل مثلا 3D Max او اي البرامج الثانية لل 3D. فنروح على فايل، تجي تحذف، لا تنسى انه تطبق عملية المعدل البوليون، تطيع ابلاي، تجي تحذف النص، كليك يمين، اوكي بالشكل هذا. خطوة أخيرة قبل لا نصدر هذا المشروع مالتنا، نجي ننعم هاي الحواف، أريد أنعم هاي الحافة، أعطيها بيفل، أنا قرب شوية هنا، أوكي، لما تشوف عندك هاي الحافة، وأختار 0.01. سيجمنت اخليها التقسيمات، اخليها 5، واجي هنا او اختار اشيل هذا الخيار، راح تتنعم عندك هاي الحواف. طبعا تصير عندك مشاكل، شوف اذا صارت عندك مشاكل بهالشكل هذا مو مشكله، تختار هذا الخيار بالبدايه، هذا يسوي عمليه دمج للنقاط. هنا هاي المشكله شلون تحلها، تجي هنا مثلا تضغط 0.05 او 4 مو مشكله، او 0.01، حلت عندك هاي المشكلة. هسه تنعمت عندك الحافة بصورة افضل. تمام، تعطيها ابلاي، نشوف المواد مالتنا. بهالطريقة هاي تقدر تنقش النص على اي جسم 3D. خلينا نصدر هذا المشروع مالتنا، تروح على اكسبورت، تختار GLP. انا كتبه مثلا اي اسم W، اكسبورت، ننتظر شويه، اروح على سطح المكتب، هاي W. تمام، هذا الجسم مالتنا ويا المواد اللي سويناها من ساعه. بهالطريقه هاي تقدر تنقش اي نص او اي لوجو او اي شعار انت على برنامج بلندر، وتقدر تصدره ويا المواد مالته لبقيه البرامج. لهنا وصلنا لنهايه حلقتنا، اذا عندك اي سؤال اسالني بالتعليقات انا اجاوب عليه. لا تنسى لايك واشتراك بالقناه. كان ياكم مبدره، السلام عليكم.